راه عندي اخوانتي شويه ديال النور، راه التسجيل راه عندها الدلاله ديالها، دولي دولي، وطني وطني، جهوي جهوي، محلي محلي، كل المواصفات. كان بامكان تجيب شي اسميتو ماشي دوله ودير دولي. لا. ما تنسمعوا راه كنا نجيبوا، لا ما نديروش حنا، ما تنديروش هذيك الخدمه، ما نسميش دولي، واش خصني ندير الوظيفه ديالو، خصني ندير ليه المزايا ديالو، راه شي كيما واحد المعايير في واحد الامور تما كاين حنايا محلي تنستعنوا بالناس يعني بخبرات اللي كاينين جهويان ولا وطنيين ولا تيعطوا معنا، لا تشوفوا في التكريمات ديالنا ما عمر الجمعيه انها كرمت شي واحد خارج المدينه، يعني بعد 5 سنوات من التواجد ديالها عمر ما كرمت شي واحد خارج المدينه ولا حاجه، تنركزوا على المحلي، محلي يعني تنتيقوا في المحلي، تيعاونونا تنعاونوهم، هذه التشارك يعني في اطار ما هو تشارك، معاك يتبع معاك يتجمع، ما تكونش الماده هي هذه، يقدر واحد 5 دقائق جوج ولا يقدر يقرا القراءه من بعيد ما غاديش، هذا هو اللي ندير، هذا هو بخصوص الورقه ديال الله، الورقه الثانيه. يعني بدور ما تنهلكو سيسكون على التمثيلية كجمعية يعني كنشرة العجلة تتوجه الرسالة للمسؤول على المؤسسة، ربما تقدر تحضر هو، ربما تحضر المسؤول، يعني هي يعني المراسلة تمشي للمسؤول، المسؤول على المؤسسة لأنه هو اللي تيعطي التعليمات ديالو والأمور ديالو باش تكون، حنا ما نقدروش يحضروا المسؤولين تنتمناو، وربما يقدر يحضر حتى شي واحد، لان انهم عندهم واحد التخوف، اشنو هو؟ من خلال اللقاء اللي حنا معاهم واحد الجلسات يعني مطوله انا واخ نبيل، كاين عندهم التحضير المختبر ديال مراكش ديال مراكش، يعني تيقولوا بصريح كذا تيقدر يجينا ابيل من جهه وليده تقدر من تما ما تجيش باش توجه، لان حتى هما يعني الظرفيه اللي كاينه يعني ما تقدرش، نتمنى خير. يعني الكتاب هضرت عليها، انا الفرص نديرو الكتاب هضرنا عليها، قلت يعني الصراحة في الأجوبة بنكون راه ما يمكنش لينا في الظروف اللي تزمع على الكلية دابا ننظمو نشاط في الكلية، خصنا لو ننظمو نشاط في الكلية خصنا نجيبو جوج ديال الشركات ولا 4 ديال الحراسة، لأن الجو ما هواش كاين مجموعة ديال الوقفات، اش حنا دابا تنظمو ندير واحد تدير واحد المجهودات في نفس الوقت اللي انا كنتعمق في الجيل المستقبل، تكلم على الفئات ديال الطلبه وديال التلاميذ، لان ملاحظ في مدينتنا الخريبكه ان الجمعيات لا تخترق المؤسسات التعليميه، ما كتحاولش تخرج المؤسسات التعليميه، ولما لا تنظيم بعض الفقرات ديال البرنامج داخل بعض المؤسسات التعليميه باش نبقاو اوفياء لهذاك الاسم ديال جمعية أجيال المستقبل. وكاين عندنا نواة جامعية، والموضوع موضوع كاين شعبة اللي عندها علاقة بالمجال، فأنا أنا كنت اللي كنقرا في البرنامج قلت لا بدا غادي يكون شي نشاط إما داخل الجامعة أو بعض الاجتماعات. من أجل هذه المدينة المرادة طبعا الحال ان اختيار ديال موضوع الهجرة الخريبكة فهو اختيار ليس باعتباط، بحكم ان كما قال الدكتور نبيل على ان مدينة خريبكة او اقليم خريبكة معروف بالهجرة، وهذه الهجرة مع كامل الاسف هذه حسب الارقام اللي عندي هذه 10 سنين ما عندناش واحد الثقافه في خريبكة باش انه تعم، وكنعرفوا المستوى ديال الجمعيه الدعم هادي، شفتوا خمسه ديال لي بونفور، وحده حدا الحمام هنا، وحده حدا دار الشباب، وحده حدا المكانه، وحده مبادره هذا ما عطاناش السياسيين مثلا مساهمه كل جهه سواء دعم مادي او معنوي، ربما كاين بعض الجهات هي تكون في البوندر، وحنا كنعرفوا الجمعيات انه شحال كتصيب من اللوغو، ولكن راني مدعمك على جهه العام، انا خايف من العامل ولا البلديه خايف من الرئيس كذا ولا شي حاجه كيديروا هذوك ديالوغو، ولكن المدعمين حنا كنعرفوهم، كتكون مبادره، كتكون مجمع الشريف في صفار، لهذا اللي غادي تطرف على واحد العدد ديال الامور،
كنتمنى يكونوا به مثلا ها صراحه الندوه كانت قيمه مجموعه من التساؤلات والمعطيات والمعلمين كل دار تحييو وانت واحد من ضمنهم السي زوالي كانت مجموعه لنا المداخلات الاول تم الاجابه عليها تضمنت ما هو تنظيمي ما هو يخص الموضوع يعني لا انا لا الاخوه اللي كانوا هنا تم التجاوب وهذا ما نسعى اليه من خلال هذا الجواب وان الجمعيه هو الاخوان الاعلاميين يعني تم كما تنقولوا غيتزونا باش حنا نعرفوا شنو كاين في موسمنا وشكرا لهم جميعا وشكرا جورنا الاصوات تحيه السي بلاس شكرا متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس